بودكاست لمحات يأتيكم من شبكة مايكس للبودكاست. مرحبا بالجميع، هذا بودكاست لمحات، معكم هاشم الهلال وحمود الباهري. في بودكاست لمحات نتناول في كل حلقة كتابا وفيلما في التاريخ وعلم الاجتماع والسيرة الذاتية والسياسة وما إلى ذلك. فيما يتعلق بكتابنا لهذه الحلقة معنا حمود اللي يحدثنا عنه، تفضل حمود. انتشرت قبل سنوات قصة ذكرتها هيلاري كلينتون في كتابها خيارات صعبة، قالت أن سعود الفيصل أغلق السماعة في وجهها لما اعترضت على إرسال السعودية قوات البحرين. في الحقيقة أنا قرأت الكتاب بالإنجليزية والعربية ولم أجد القصة، بل بالعكس كانت هيلاري تمدح سعود الفيصل، وذكرت في الكتاب أنها تحدثت مع عبد الله بن زايد وزير خارجية الإمارات وتوقف هو أثناء الحديث، فهي ظنت أن الخط انقطع، لكن عبد الله بن زايد عاود الحديث معها. مع ذلك لما ذكرت هذه يعني الكثير من اللي يرددون هذه القصة وقول لهم أن القصة ليس لها وجود، غير صحيحة البتة، مع ذلك يرفضون تغيير موقفهم. أو ما سبب تمسكهم في موقفهم برأيك؟ هو الجواب مذكور في بشكل مفصل في كتابنا هذا الأسبوع، السذاجة وعلم النفس الاجتماعي. السذاجة في هذا الكتاب يقصدون به أنك أنت يكون لديك معلومات أو تحليلات من دون أن تدعمها أدلة، أو يكون لديك معلومات وتحليلات وتظهر أدلة مضادة ومع ذلك تتمسك بقناعاتك. الكتاب عبارة عن أبحاث كتبها أكاديميون في علم النفس الاجتماعي، وهو من ترجمات دار صفحة 7. هو زملائنا صفحة 7، نحيي المترجمة منيرة عليمي والصديق نواف حربي. نتمنى أن يكونوا بخير يعني ويستمروا في العطاء. اسلم، تفضل. فالإنسان بشكل عام يتقبل المعلومات التي يستقبلها بالاعتراض. هذا الإنسان خلنا نقول في نطاق خبرته الإنسان الطبيعي، لكن طبعا بعد شخصية متشككة لأنها بطبيعتها يعني متشككة أصلا، مرضية صح. لكن اللي هو يتحدث عن لما يكون عند البعض ميل كبير جدا لقبول المعلومات الغريبة والتحليلات اللي الغير مألوفة من دون أن يدعمها أدلة. وتصور هذا جزء منه أيضا قبول تحليلات المؤامرات وإلى آخره. بالضبط. من أهم الأسباب أنه الإنسان يتقبل المعلومات التي توافق هواه من دون أن يكون له أي يعني اعتراض. يعني مثلا تجد واحد معجب بفكرة أو معلومة أنه إذا عصرت الليمون على الشاهي الصبح هذا علاج للمغص، صح. يجون أطباء يقولون المعلومة دي غلط، هو عشان معجبته متمسك ويقولون بينصح. أو مثلا يجد دعاء معين يقول هذا دعاء مناسب لكشف الكرب، فيجون متخصصين بالشريعة يقولون ترى هذا غير موجود في كتب الحديث، ولا يقول لا يتمسك به. وابن خلدون ذكرها قبل 8 قرون لما تحدث لماذا خبر معين يقبله مؤرخ من دون نقد ونفس الخبر ينقده مؤرخ آخر، فيقول إن خبر إذا لاقى هوى يكون الإنسان أقل ميل لنقده. الأمريكان مثلا، المجتمع الأمريكي في حالة استقطاب كبير جدا يعني بين اليسار واليمين، فمن القضايا التي يهتم بها اليسار تغير مناخي. فأنت لو تقدم أي معلومة حتى لو كانت بعيدة عن الصحة، صح، تدعم فكرة التغير المناخي على طول بيقبلون، اللي هي تعزز قناعات سابقة لهم. صح. بينما لا تقدم معلومة موثقة جدا عن التغير المناخي، واحد يميني يشكك مين قال ومتى، صح، ومتى صار. السبب الآخر الألفة والتكرار. أنت الحين تسمع معلومة الآن من دون أدلة، وتسمع نفس المعلومة بعد سنة من دون أدلة، يكون أكثر قابلية لقبول، يكون أنا سمعت مرت علي بس أنت بتدري وين. وانتشرت هذه مع مواقع التواصل الاجتماعي، يعني تشوف انه مثلا القصة هذه حق سعود الفيصل، احد الزملاء قلت له انه قصة غير موجودة بالكتاب، فكان يقول لي بس موجودة عندي بالتايم لاين شفتها 20 مرة. هذه اشكالية انه يعني الامر الاخر توهم المعنى من لا معنى. يعني في ناس، وهذا اللي هذه حلوة، يعني في ناس
يتوهم ربط بين أمور هي ما غير مترابطة. يمكن يعني أبرز مثال أصحاب نظرية المؤامرة. طيب. نظرية المؤامرة التي تفحص النظرية فيها معلومات ضخمة. بعضها صحيح بعضها خاطئ. صح. بس إيش مشكلتها؟ إنه ما بترابط. صح. يقول لك هل صدفة إنه بيل جيتس بالسنة الفلانية قال كذا وبعدين طلع كذا؟ يعني أكيد إنه. إيه طيب يا عزيز يا أخي التزامن لا يعني السببية. صح. هذا من أساسيات التفكير المنطقي. يعني يجيك مثلا واحد يقول لك لمحات بودكاست يصور يسجلون الحلقه يوم السبت حمود ما عمره تكلم عن اي كتاب يتعرض لليهود، هل هذا صدفه؟ هل صدفه ان هاشي لما تكلم عن فيلم اللي اتكلم عن المحرقه في نفس الاسبوع في مسؤول اسرائيلي؟ طيب يا عزيزي احنا الجدول حقنا مزينينه قبل 50 اسبوع يعني. وهذا دائما كنت اقول للشباب ان التزامن لا يعني السببيه، وهذا احد الاشكاليات ان في ناس يبحثون عن معنى من لا معنى، يحاول يربطون بين أمور فيكون ساذج لأنه ينضحك عليه يقول لك وأتصور أنه أصلا حتى عملية البحث والتقصي مرهقة بالنسبة له يعني، فيفضل أنه التسليم يكون أفضل. ولكن أنا أنتقل الموضوع أنه هذا في نطاق السذاجة اللي تناولناها ممكن يكون أو تناولها الكتاب، لكن الكاتب كيف تطرق لكيفية التعامل مع السذاجة؟ إيش الحل معها؟ هو الكتاب لم يذكر بصراحة يعني وسائل التعامل مع السذاجة لأنه عبارة عن بحوث منفصلة كتبها أكاديميون. جميل. الترجمة حقته جميلة جدا. لكن في بعض النصائح استخلصتها أنا من خلنا نقول من قراءتي هذه البحوث. جميل. من التوصية الأولى أنه أنت لابد أن تفحص نوعية المقروء سواء كان تحليل أو معلومة. إذا كان دائما تحليلات اللي تقرأها سياسية اقتصادية ثقافية تعزز قناعات سابقة لديك، فأنت الآن ضحية الانحياز المعرفي. أوكي. أنت جالس عايش في فقاعة تستقبل المعلومات والتحليلات تعزز، فأنت عندك هذا مدخل السذاجة لأنك يعني لأن تفحص شيء وأنت أصلا متفق يقولك يعني أصلا يعني متفق مع هذا الشيء. وأذكر مرة قابلت واحد ملحد في أستراليا كان يقول أنا منفتح وكذا، فقلت له ممكن تقول لي قناعة غيرتها خلال 10 سنوات؟ فما رد علي. قلت أنت تتوهم أنك أنت منفتح لكن في الواقع أنك أنت منحاز فكريا. صح. الأمر الآخر نوع من الدوائر والشرائح المجتمعية والفكرية التي تنتمي إليها بحيث أنك أنت ترى الأمور من زوايا مختلفة. وأيضا في نقطة مهمة أنك ما تتجادل مع الناس المختلفين معك كثيرا لأن الجدل يصيبك بالعقم الفكري. صح. تصير أنت مع جدل في توتر نفسي. صح. وفكري، فتصير. صح. أنت خلاص تدور المعلومة لتعزز القناعة لديك. صح. وترفض المعلومة، ودائما في ميول ونزوع ناحية العصبية تجاه الرأي اللي أنت تمتلكها. ايه. خصوصا في الجدل وليس النقاش حتى. اي فحتى يعني احنا ما شاء الله العرب عندنا سالفة الجدل رهيبة يعني. ايه. يعني اوف يعني مو عادي ممكن تتجادلون او تتناقشون عن ناديين رياضيين مثلا مشهورين وتصير يعني معركة في سبيل تحقيق انه علميا ومنطقيا رونالدو احسن من ميسي. يعني مو معنى كلهم لاعبين كويسين بس ما الدرجة يعني. وهذه نقطة مهمة انك تنوع الدوائر بس ما تتجادل، يعني تقول انا مثلا يعني اسمع وجهة نظر الطرف الاخر. ايضا يعني ركز على المعلومات والتحليلات القريبه من اهتماماتك المعرفيه لان هذا انت صار عندك قدره اكبر على التحليل وعلى النقد. ايضا حاول انك تتلقى المعلومات والتحليلات من مصادر موثوقه ومصادر معروفه بالاتزان. انا شخصيا تابع موقع البي بي سي، هو نوعا ما انا اعتبر موقع ممل صراحه، لكن هو موقع متزن اخباريا يعني. هو غير شعبوي وعنده تنوع والخبر يعرضه مثلا موضوع طبي يعرض لك رأي أكثر من طبيب، فأنت تكون يصير عندك نوع ما اتزان. الأمر الأخير أنه ابتعد عن الحسابات المواقع التواصل الاجتماعي، حسابات الشعبوية اللي تتكلم في أي شيء. يعني أذكر الأسبوع الماضي أو اللي قبله في أحد الحسابات تكلم عن شيرين أبو عاقلة. طيب. وتكلم عن طلال المداح وتكلم عن الهلال والفيحاء في نفس الأسبوع. هذه الحسابات الشعبوية يصير هي ما عنده قدرة على فحص المعلومات والتحليلات. صح. يكون وزي حتى لما صارت حرب أوكرانيا وروسيا طلعت حسابات جديدة تماما بالضبط تتناول الشيء الأوكراني الروسي.
اي واو وتحليل يعني على كيف كيفك يعني ومجهوله المصدر ما تدري مين وعاد انه يكون هي خفراء بعضهم سفرك. كانوا اشخاص مثلا مشهورين ابو 40 50 الف متابع ومشترك عنده زين وقلب اسم حسابه وقلب كل شيء قال لك تحليلات روسيه اوكرانيه زين عشان يزيد متابعه واعتبر يعني فيعني انا اشوف دائما اتعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي كوسيله ترفيه اكثر من هي وسيله للمعرفه صحيح يعني انا اتمنى انه هذا لا ينطبق على حسابنا في تويتر لمحات يعني كون احنا وسيله ترفيه قطعا يعني بالضبط انا ممكن حتى والله يعني يمكن حتى نختم حديثنا يعني في 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 قسم الكتاب انا ممكن حتى اضيف والله امر اتصور يعني ادركته من من حديثنا ونقاشنا عن الكتاب او حتى من من عموم النقاشات يعني انا عندي قاعده بعد صرت احاول يعني انفذها او اطبقها كما يقال انه اتناقش مع الاشخاص القريبين المحيطين فيني اللي حولي الذين اعرف قناعاتهم يعني بمعنى اصح واحاول اتناقش معهم في في, في الامور اللي اللي ما في ما في توافق مسبق بينها بمعنى اصح انا ادرك انهم مختلفين عني في هذه المواضيع ما اناقش مواضيع مختلفه معهم اناقش مواضيع اللي ما فتحت الى الان ليه لانه اشعر انه حين يعني ابقى على استمرار في نقاش مواضيع اصلا جدليه مختلفه بيننا كل اللي اسويه انه ارفع نسبه العصبيه بيني وبينهم وارفع نسبه انه يظل احيانا كثره الضغط انزين يسبب انه الشخص يتشبث برايه حين لما يعني سبحان الله هو مثلا شوف انه اذا انت تناقشت معه 4-5 مرات صح. اذا بالمره السادسه اقتنع صح معناته كان يقول لك انا 5 مرات اللي قبل كنت غلطان صح بيكون ثقيلة صح. عليه يعني الرسول عليه الصلاه والسلام يقول لي ما وضع في شيء الا لانه ويقال ايضا الكلام اللين يهزم الحق البين يعني احيانا نقاشك مع الاخرين في مواضيع ما تختلفهم فيها رغم أن تدرك انك تختلف اختلافات جوهريه بمواضيع معهم لكن في امور ما تختلف معه وتظلون تتناقشون يعني تبقي حبل الحوار موجود يجعلهم هم تلقائيا مع انفسهم لأن يا أخي لازم نعي أيضا أنه الإنسان عنده كبرياء وهذا كبرياء على قولة يعني على قولة بلا الفضل أنه الكبرياء هذا يعني يودينا بداية زين فعلا الكبرياء حين يودي الإنسان بداية يعني كون كبرياء يعني تأخذك العزة بالإثم فقط يعني فحيانا الإنسان فعلا عنده كبرياء فلا يمكن يعترف أنه مخطئ لكن إذا أبقيت يعني حبل الحوار موجود ونقاش في أمور عادية أخرى يصير عنده ممكن هو يظل يراجع نفسه ويتغير بشكل ما قناعاته أو حتى قناعاتك يعني فأتصور أنه هذا ممكن أقدر أضيفه خليه نقول سادسة كذا يعني ما قصرته أبو صالح وتقريبا انهينا فقرة الكتاب والآن جت فقرة الفيلم فأيش الفيلم؟ والله فيلمنا لهذه الحلقة هو The Terminal أو المحطة وأتصور أنه كثير من المستمعين يعني يعرفونه هو فيلم درامي كوميدي أمريكي صدر عام 2004 ومن إنتاج وإخراج ستيفن سبيلبرغ شهير وبطولة توم هانكس وآخرين والفيلم يعني يدور بصورة عامة ممكن أيضا يعني نتعمق في القصة في حديثنا الفيلم يدور حول رجل من أوروبا الشرقية تقريبا من دولة تسمى قوقازيا والله نسيت اسمها بتذكر اسمها في الحديث يعني إن شاء الله إنزين فرجل أتى من أوروبا الشرقية وعلق في صالة مطار جون إف كينيدي في نيويورك ومنع من دخول الولايات المتحدة الأمريكية وغير قادر على أنه يرجع لبلده الأصلي لأنه بلده الأصلي حصل فيه انقلاب عسكري يعني أن يبدو أن إحنا أمام فيلم آخر توم هانك إيه يبدو أنه مالنا مفر صراحة من توم هانك هذا ثاني فيلم لا أنا أحبه صراحة إيه جميل هو وأفلامه ممتعة صراحة وأفلامه خفيفة وعائلية يعني تنفع المشاهدات فعلا في أي وقت في أي هذا هو وخويتها ميلستريب تناولنا فيلمين لهم ميلستريب الظهر تناولنا فيلمين لها أو ثلاث ممكن متأكد توم هانكس هذا ثاني فيلم وتوم هانكس الفيلم الأول كان مع ميلستريب بعد يعني هم ما شاء الله جيدين ولكن بادئا بيبت فعلا توم هانكس أجاد دوره كعادته أنه شخص متحدث بلغة أجنبية لا يوجد اللغة الإنجليزية كأنها مش لغتها الأم حتى لما نزل في المطار وكان يتناقش مع موظفين المطار والجوازات وزي كذا تشعر لو أنه هذا مش ممثل مشهور أمريكي تقول أنه هذا يعني فعلا ما يعرف يتكلم إنجليزي
طيب إيش قصة الفيلم أو فحوى؟ ليش يعني تعتبر أنت فيلم مميز؟ والله قصة الفيلم هي كالتالي، يعني فيكتور نافاروسكي، إنزين، شخص اسمه فيكتور نافاروسكي، طيب، من كركوزيا، هذا اسم الدولة كركوزيا، جبتها الحمد لله، وهي دولة متخيلة غير حقيقية، طيب، وصل إلى مطار جون إف كينيدي في نيويورك، وشاء القدر أثناء وصوله لنيويورك أنه حدث انقلاب عسكري في دولته الأم كركوزيا أو كركوزيا، إنزين، فمما أدى إلى إيش؟ مما أدى أنه الفيزا اللي عنده إلى الولايات المتحدة الأمريكية غير مقبولة، جواز سفر غير مقبول، والدولة الحالية اللي يعني دولة كركوزيا أو كركوزيا اللي حدث فيها انقلاب عسكري غير معترف بها من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، فأصبح عالق في المطار. يعني هذا حالة يبدو أنه يعني تمر علينا بالوطن العربي مع الحروب، يعني سقوط الأنظمة معينة، أنه في ناس يكون بلا هوية أو يكون جوازه غير مجدد فيصير عالق، يعني صح، يكون بلا جنسية. وفعلا هو وجد نفسه بين ليلة وضحاها شخصية عديم الجنسية، لا وطن له، أو ممكن بمعنى أصح لا جواز له، ما عنده جواز سفر. وبالضبط يعني نجد نافاروسكي وصل على اعتاب الولايات المتحدة اللي هي أصلا بلد المهاجرين والحالمين بحياة أفضل، طيب، لا ينطبق عليه لا صفة لاجئ ولا لاجئ سياسي ولا لاجئ إنساني ولا باحث عن مأوى ولا حتى حالة مؤقتة ولا حالة إنسانية ولا تأشيرة عمل ولا تأشيرة سفر ولا تأشيرة دبلوم، ولا ينطبق عليه ولا شيء. يعني حتى لما قابلوه في المطار قالوا له أنت ما ينطبق عليك أي شيء من هذا، ولا نستطيع أن ندخلك الولايات المتحدة الأمريكية، وأنت بكل بساطة غير مقبول، أنت ثغرة في القانون، غير مقبول. هو هذه إشكالية النظام العالمي الحالي الآن، يعترف بدولة قطرية، صح، أنت تعرف عالميا بجواز سفرك، ف يعني النظام مصمم على هذا الشيء، فلما يصير في خلل يقول لك ما أدري أنت شو وضعك، هل أنت يعني كانت تسلب صفة الإنسانية منك، يعني صح. أنت إنسان صح بس بلا هوية، يعني يعني تقريبا ما تقدر تسوي شيء، أي يعني إنسان بس كذا على الهامش، لأنك أنت ما تقدر تفتح حساب ولا تسافر ولا صح أن تفعل أي شيء، حتى بالخارج يتعرف عليك أنت منين بالضبط. صح 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 بعد اسمك ما يقولك إيه، فهذا يعني هي كان شوي ما يكون، مع أنه هنكون واقعيين، هي مجرد ورقة إذا راحت ولا جت. أنه أصلاً هو أيضاً يتبادل الذهن سؤال موضوع حقوق الإنسان، بمعنى أنه كما قلت أنه كيف أنه تسقط صفة الإنسانية عنك بمجرد أنك ما تمتلك جنسية، ما تمتلك جواز سفر صالح. يا رجل أنت كنت تمتلك دولة، يعني في حالة نافاروسكي حدث فيها هذا الحدث الطارئ الذي لا يحدث عادة، يعني فيبدو أن الفيلم أيضا يجيب على هذا السؤال، يعني حيث أنه مدير المطار يقول لنافاروسكي أنه هو ما يملك الحق بإدخال الولايات المتحدة الأمريكية، وأيضا لا يملك الحق بأنه يعتقله، وأنه حالته تبدو ثغرة في القانون، ثغرة قانونية، ثغرة لا قدرة لنا على إصلاحها أو طمرها في هذه الحالة، أنه كونها ثغرة، فخليك معلق هكذا، خليك في المطار إلين الله يفرجها عليك ويصير عندك وطن ولا يعني تشوف لك حل. طيب هل تتوقع أن القصة نوعا ما مستوحى من، أو قصة الفيلم مستوحى من قصة حقيقية؟ والله الفيلم مستوحى جزئية من قصة حقيقية لإقامة شخص إيراني اسمه مهران كريمي ناصري. مهران كريمي ناصري بقى 18 عام في مبنى رقم 1 في مطار تشارلز دي جول في باريس من عام 88 إلى 2006. بتخيل 18 عام إنسان يعيش في المطار بس، يعني يأكل ويشرب في المطار، حاجة رهيب. الفيلم ترى حلو وممتع، يعني وفي تفاصيل عجيبة غريبة، ولكن ليه يعني نذكر حتى موضوع أنه هل قصة حقيقية أو مستوحاة من قصة حقيقية ولا لا؟ فيلم توم هانكس يعني أنتج عام 2004، وهذه الحالة ترى واقعية جدا. يعني خذ مثلا القصة تكررت في عام 2018 للاجئ سوري اسمه حسن القنطار، تصور بقي في مطار كوالالمبور لأنه رفض العودة لسوريا خشية من بطش النظام السوري، وبقي في مطار كوالالمبور أشهر حتى حصل على اللجوء من كندا، أشهر بقى عاش في المطار، بمعنى أنه وهو لما يعيش في المطار
يعيش في موقع في المطار يعني اللي صارت مغادرين أو شيء، المكان اللي ما تنطبق عليه قوانين الدولة اللي هو فيها، مثلا كوالالمبور أو نيويورك في حارة نافروسك اللي بالفيلم، إنزين، ولا تنطبق عليه قوانين لاجئ، يعني هو فعلا يعني عالق في المنتصف، عرفت كيف؟ فهذه تبدو قصة ليست خيالية، يعني تبدو واقعية وجدا واقعية، يعني خصوصا السنوات الأخيرة منكم 2015-16 وأزمات اللاجئين عندنا في العالم العربي واللاجئين السوريين تحديدا، يعني أشكال من هذه القصص وأكثر حدثت. يعني هو أظن من الأفلام اللي تخليك تنبهك على بشاعة العالم الحالي وخلنا نقول أوجه القصور في النظام الحالي اللي يعني خلنا نقول اللي تؤدي بالإنسان إيه يعني هذا الحال، يقلل من إنسانية الإنسان. صح. هو للأمانة الفيلم خفيف جدا، يعني يمكن حتى ما يبدو بهذا التناول الذي تناولناه، يمكن احنا تناولنا زاوية معينة من الفيلم نريد أن نتناولها. مع ذلك الفيلم محزن مضحك في ذات الوقت. يعني مخرج الفيلم ومنتج سبيلبرغ كان يقول أنه احنا أردنا نصنع فيلم يجعلنا نضحك ونبكي ونشعر بالرضا عن العالم في ذات الوقت. نضحك نبكي على الحال اللي تناولناه وذكرناه، انه لاجئ، انه مو لاجئ، انه عالق في المطار، انه ما له وطن، انه لا وطن، انه كيف الحين، انه هل هو بشر، هل هو انسان، يعني تحدث له، طيب من وين ياكل في المطار، من وين يشرب، هذا الانسان ما يحق له يلبس، هذا الانسان ما يحق له يتشمس، يعني في امور تفاصيل غير تفاصيل المبطنه اللي بالاسفل، اللي هو طيب الحين هذا انسان على قولتهم الانجليزي entitled وهما، يعني مسؤول، يعني هو مفترض أن يكون له وطن، مفترض يكون له بلد إلى آخره. فالفيلم مضحك مبكي في ذات الوقت، غالبا صراحة مضحك، في لقطات كوميدية جدا حلوة أيضا. إحنا يعني ترى ما يعني أتصور أنه ما حرقنا الفيلم أبدا، رغم أنه من 2004، بس الجانب اللي تناولناه هذا يبدأ بأول 15 دقائق الفيلم، في يعني ألوت، في كثير يعني أحداث تصير بالفيلم. غير أنه بداية الفيلم نرى إنسان، يعني نرى بمعنى أنه نرى إنسان وليس مواطنا. وهذا يعني نوعا هذه هي الفكرة من لمحات البودكاست، أنه حتى لو قرأت الكتاب أنت من قبل أو شاهدت الفيلم، صح، حنبهك على الفكرة، صح، حيث أنها يعني تصير هي خلنا نقول يعني مادة حديث. صح. وأنا دائما صراحة للأمانة مؤمن، خصوصا فيما يتعلق بالعمل الأدبية، مقروءة، مسموعة، مرئية، أنه دائما يعني الأعمال الأدبية الجيدة نتكلم، دائما في مجال لقراءتها من زوايا مختلفة، من زوايا متعددة. فيلم كوميدي تجد فيه كثير من السياسة، وفيلم نفسي تجد فيه كثير من علم الاجتماع، أو من القضايا الشائكة، أو من المحاكاة للواقع إلى آخره. فأنا مؤمن جدا إنه الأدب عنده هذا المجال، عنده هذا السعة، وهذا اللي أنا أتصور أنه هذا اللي يجعل أعمال تبقى قائمة لسنوات ومئات السنوات. نجد أعمال زي دوستويفسكي ورواياته، ورواية الفقراء والجريمة والعقاب، لأنه يعني تبقى تنهل منها من التفسيرات ورؤى الزوايا المختلفة. يا رجل، في يطلعون لك حتى علماء نفس أو علماء أعصاب أو أشخاص حتى عاديين، ويستخرجون من روايات من 100 سنة و200 سنة قرأت وانتهت وفسرت إلى آخره، يعني يستخرجون أمور أخرى يعني لم تكن يعني لم تظن أنها موجودة في هذه الرواية. فأنا مؤمن بهذا الشيء، وأتصور أنه حتى هذا ينطبق على حالة الأفلام. ممكن تشوف فيلم كوميدي مضحك تستمتع فيه، بنفس الوقت آخرين ينبهونك على زوايا فيه كنت يعني غير مدرك لها. ولذلك حتى احنا نستمتع في عادة المشاهدة أو قراءة الأعمال الأدبية، أنه في أعمال أدبية وأعمال مرئية تستمتع بعادة مشاهدة، يعني أخي تقول أنا ما مل من هالفيلم، ممتع. صحيح. لأنه تجد دائما تنتبه على تفاصيل حلوة فيه، تنتبه على أفكار. أحيانا يا أخي بعد ما تنضج وتكبر أنت يعني تطورت، فتجد أنه حتى أفكارك تغيرت، أوه يا الله كيف أنا ما شفت الفيلم بهذه الصورة سابقا. يعني هذا بترمن 2004، أنا كنت صغير في 2004، يعني حتى لما شفته وأنا صغير ما كانت عندي هذه الرؤية ذاتها يعني قطعا، بل أنه أجزم أنه أي أحد بيراجع الفيلم يعني بيراجع بصورة مختلفة عن حديثنا هذا الحال. فيعني هذا ما لدي.
الله يعافيك، ما قصرت أبو صالح على هذا العرض، وإن شاء الله يكون يعجب المستمعين. بإذن الله. العفو يا أبو سمو. شكرا جزيلا لك حمود، شكرا للمستمعين. أتمنى أنه هذه الحلقة تحوز على رضاهم وإعجابهم. شكرا على استماعهم، ونلقاكم إن شاء الله في حلقات قادمة. كان معكم هاشم الهلال وزميلي حمود الباهلي، في أمان الله.